للحديث أكثر ينضم إلينا سركيس نزار، محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك. في البداية، كما ذكرنا، هناك ترقب حاسم بالنسبة لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، وهناك توقعات بأن تكون الرفع بحدود 75 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، وهناك توقعات أيضا بأن ترتفع هذه التوقعات ل 100 نقطة أساس. ما هي قراءتك لهذا المشهد بالنسبة لتوقعات الفيدرالي الأمريكي؟ نهاركم سعيد. بالفعل تعيش الأسواق المالية العالمية هذا اليوم حالة من الترقب الكبير، انتظارا لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المرجح أن يتم خلاله رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. لو عدنا إلى الأسبوع الماضي، ربما كنت قد قلت أنني لا أستبعد أن نرى رفعا بالفائدة ب 100 نقطة أساس، لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت الجمعة الماضي زادت احتمال أن يكون رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة انكماش، وهذا الانكماش أعاد الاقتصاد الأمريكي لذكريات الانكماش الكبير الذي حصل أثناء جائحة كورونا عام 2020، حيث انخفض المؤشر من مستوى حوالي 52 نقطة إلى 47 نقطة ليظهر الانكماش. يبدو بأن الاقتصاد الأمريكي حاليا بالفعل يشهد مرحلة من التباطؤ، بل إن المتداولون في الأسواق المالية لا يستبعدون أبدا ركودا اقتصادي، خصوصا وأن عوائد السندات ما زالت منعكسة لتظهر رأي الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتوجه للركود. الفيدرالي الأمريكي وتحديدا جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم بأنه يتوجه لأن يرفع الفائدة ويشير مرارا وتكرارا إلى أنه يهتم كثيرا في ارتفاع معدلات التضخم، لكن يبدو بأنه ليس مهملا للنمو الاقتصادي، حيث أن الفيدرالي الأمريكي بدأ بالفعل برفع الفائدة شهر 3 الماضي، لكن إذا تحدثنا عن دوران النقد، لو تحدثنا عن السيولة ووفرتها في الاقتصاد، فبدأ الفيدرالي الأمريكي بتقليص موازنته وتقليص محفظته التي زادت عن 8 تريليون دولار أمريكي ابتداء من الشهر الماضي، وهذا يظهر بأن الفيدرال الأمريكي ينظر إلى النمو الاقتصادي حاليا إلى جانب اهتمامه الكبير بالتضخم. بالتالي توقعاتي أن يرفع الاحتياط الفيدرال الأمريكي الفائدة ب 75 نقطة أساس على الأرجح، إلا إذا حصلت طبعا تغييرات تؤدي إلى تغيير هذه النظرة، لكن أعتقد بأن 75 نقطة أساس قد يكون مناسب للظروف الاقتصادية وتوجهات الاحتياط الفيدرالي الحالية. نعم سركيز، مؤشر الدولار يرتد من أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف، ونلحظه حتى الآن يسجل انخفاضات طفيفة أمام سلة من العملات الرئيسة، وبالتالي ارتفاع للذهب في العلاقة الكلاسيكية التي تربط السلعتين. سؤالي، إلى أي مدى هو مقبل على ارتفاع في ظل ازدياد ربما معدل التوقعات برفع يبدو حتمي للاحتياطي الفيدرالي؟ بالفعل الدولار الأمريكي شهد بعض التراجع على مدى الأسبوع الماضي، واستطاعت أسعار الذهب أيضا تحقيق المكاسب بعدما انخفضت. الذي حصل في الأسواق المالية هو إعادة تقييم توجهات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. كانت الأسواق تخشى الأسوأ، كانت تخشى الأسوأ لماذا؟ لأنه رفع الفائدة المتسارع والكبير قد يبطئ الاقتصاد ويدخله في ركود طويل الأمد، لكن الآن الأسواق المالية أقل تشاؤم تجاه رفع الفائدة، فيرون بأن الفيدرالي الأمريكي بالفعل سيستمر برفعه بالفائدة، لكن هذا الرفع ليس بالشدة التي خشي العديد من المتداولون أن تكون عليه. إلى جانب ذلك، فاجأنا البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة 50 نقطة أساس، البنك الوطني السويسري رفع الفائدة أيضا ب 50 نقطة أساس، وبنوك أخرى مثل بنك كندا، البنك الاحتياطي النيوزيلندي، كلها رفعت الفوائد بأكثر مما أشارت التوقعات في أغلبها، وهذا ما قلص قوة الدولار الأمريكي وأدخله في بعض التصحيحات الصاعدة الهابط عفوا، والتي استفاد منها الذهب ليرتفع. رغم اعتقادي بأن التصحيح الهابط للدولار الأمريكي قد يستمر وأسعار الذهب ربما ستشهد بعض الارتفاع على المدى القصير، لكن هذا رهن في عدم إظهار الفيدرالي تشدد أكبر مما هو حاليا عليه، فإذا أظهر ذلك فربما تنعكس المسارات وتعود المسارات الإيجابية للدولار والسلبية للذهب. لكن
إذا أظهر الفدرالي الأمريكي بعض القلق تجاه أو مراقبة النمو الاقتصادي هنا قد يستمر الدولار في تصحيحه الهابط، الذهب في تصحيحه الصاعد، قبل أن نعود مرة أخرى إلى الاتجاهات الإجمالية التي أفدنا عليها للدولار الأمريكي وأيضا لأسعار الذهب. لو تحدثنا عن قطاع الطاقة وما نشهده اليوم بالنسبة للضغوط التي يشهدها قطاع النفط في هذه جلسة بداية الأسبوع، وهناك مخاوف أيضا من أن رفع الفائدة قد تؤثر على الطلب من أكبر مستهلك للنفط بالنسبة للوقود أيضا من قبل الولايات المتحدة، برأيك كيف يمكن أن تقرأ تحركات أسعار الخام خلال هذا الأسبوع؟ على المدى القصير يبدو بأن أسعار النفط تحت ضغط هابط، هنالك العديد من الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بهذه الضغوط الهابطة. بداية، رفع الفائدة بالاحتياط الفدرالي الأمريكي قد يتسبب بمزيد من الهبوط في النمو الاقتصادي، مما يعني انخفاض الاستهلاك. لا يجب أن ننسى أيضا بأن التضخم مرتفع، وبالفعل بدأنا نشهد تغير واضح في العادات الاستهلاكية. يوم غد نحن ننتظر بيانات مؤشر لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، والتوقعات تظهر بمزيد من الانخفاض لتصل إلى مستويات أعمق من التشاؤم، وهذا أيضا قد يضر أو إشارة للضرر بالاستهلاك على النفط. الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أيضا بالكاد تجنبت الانكماش، حيث أظهرت آخر بيانات اقتصادية صدرت من الصين نمو الاقتصاد بوقع 14 نقطة مئوية، وهذا يعني بأن الصين في تباطؤ كبير. الولايات المتحدة انكمشت خلال الربع الأول بواقع 1.6%، مع التوقعات أن يكون النمو للربع الثاني 14 نقطة، وهذا كله قد يضر بالطلب العالمي على النفط، مما قد يبقي الضغط الهابط لبعض الوقت على أسعار النفط. سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من الحاضرة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.